تعالوا بقى نكمل معاكم متابعتنا لكان 2023، ونروح معاكم لأبرز التصريحات الخاصة بالمدربين اللي أكيد بيستعدوا في الوقت الحالي للمباريات الخاصة بنص النهائي في الكان. وأكد سباستيان دي صابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بأن فريقه هيعمل كل حاجة عشان يقدر أن هو يحقق طموحات الشعب الكونغولي ويتوج بلقب كأس أمم أفريقيا، وده بعد التأهل للدور نص النهائي ومواجهة الكوت ديفوار صاحب الأرض يوم الأربع اللي جاي. وشايف المدير الفني سباستيان دي صابر ان فريقه يعني عنده هدف ان هو يحقق المزيد، وكمان قال واتكلم في تصريحاته لموقع الكاف، قال ان في الواقع هو الفوز الاول لينا، اعتقد ان هو جه في الوقت المناسب من ساعه ما اصبحنا اقوى في المنافسه، وبشكل وبكل بساطه وبشكل كبير جدا احنا نقدر ان احنا نقول ان احنا فزنا واننا اتعادلنا، لكن ما خسرناش في المنافسه دي. كمان احنا في نص النهائي، بالطبع هيكون الموضوع سخيف لعدم الايمان بالوصول للنهائي، لكن الموضوع هيكون صعب جدا زي طبعا يعني ما كان في ربع النهائي بالنسبة لنا. ومن سباستيان دي صابر نروح معاكم للمدير الفني لمنتخب نيجيريا اللي اكد، اللي هو طبعا جوزيه بيسيرو، اللي اكد ان هو حاسس ان هو عنده حاله رضا كبيره جدا عن الوجه اللي اظهره لعيبه منتخب اللي بيدربوا اكيد لغايه دلوقتي في نهائيات كاس امم افريقيا كوت ديفوار منتخب نيجيريا 2023. ورغم ده يعني هو حاسس ان هو يعني محتاج ان هو يحسن من الكفاءه الهجوميه للمنتخب النيجيري. قال بيسيرو كمان في تصريحاته اللي نشرتها او نشرها الموقع الرسمي للكاف او للكاف مره ثانيه، لعبنا من غير ما نتلقى او ما تتلقى شبكنا اي هدف، سجلنا كمان هدف، لكن اتمنى لو كنا سجلنا المزيد من الاهداف يمكن احنا نقدر ان احنا نصنع المزيد من الفرص. واضاف كمان مدرب نيجيريا، احنا منتخب كويس جدا وانجولا كانت منافس كويس جدا برضو، لكن احنا ما حلفناش الحظ لسه، انا راضي عن اداء اللعيبه لغايه الوقت الحالي.